بيتكلم شغف الكتابة ازاي تداخل مع عمله كمهندس؟ فكرة الأعمدة السبعة هو هي طبعا الناس بتيجي تقول رقائق الجيولوجيين بيقول لك الحقبة اللي تحتية وبعدين الحقبة اللي فوقيها وبيعرفوا زمانها بتحليل اسمه بالفحم كده له في تحليل معين بيعرف عمر الفخار خصوصا. والرقائق الحضارات دايما بتبقى من تحت لفوق، لكن هو شاف انه الشخصية دي شيء محمول على أعمدة، فبالتالي غير تعبيرات من رقائق إلى أعمدة، فدي مسألة بلاغية. واكتسب القدرة على التعبير الكتابي، دي برضو ممارسة قدر يكتسبها فيما بعد لما ابتدى يبقى يكتب في الجرايد أكتر ويبتدي يصيغ أفكار وينشرها لناس غير متخصصين. اهتم بعد كده بمسائل اجتماعية أو تاريخية، فابتدى يتعلم حاجات، فهو قاعد يطور ويتعلم وهو باحث. فمسألة انه يقعد يبقى باحث وهو عنده 60 و70 و80 سنة، اقترب من قضية الأسكان وهي غير تخصصية، هي غير هندسية، لكن قاعد يدرسها وأدى فيها ويعني أعطى منتج يعني ملموس وساهم في مجلس الشعب بالمنتج ده. فهو في حد ذاته هو في حقب زمنية صحيح متوالية، لكن هو شغفه بالتاريخ جزي، يعني هو كيف أصبح لديه شغف بتاريخ مصر؟ لأنه ده واضح جدا في الكتاب من كلامه عن الحضارة الفرعونية واليونانية والرومانية والعصر البطلمي والحضارة القبطية بكل ما فيها والعصر الإسلامي. الشغف بالتاريخ من أين أتى؟ يعني هل هو كان دايما يشعر أنه يريد أن يعرف أكتر عن تاريخ بلده ويعرف الآخرين بتاريخ بلدهم؟ لا، هو شغفه بالتاريخ وشغفه بالبحث عن الهوية وشغفه كل ده كان اهتمام بمصر وخوفه على مصر. هو الخوف حركه. جيل ثورة 19 هو بناؤه الوجداني في وحدة قاوم المستعمر بوحدة الهلال مع الصليب، ده كان تراث المقاومة في عصر الوفد، مقاومة استعمار. فده جيل، فده تعبير عن جيل، وكان الجيل ده كله بيفكر كده، فده خلاه يبحث في الهوية. طب احنا مين؟ قرا في التاريخ وقرا في الجغرافيا وقال لك احنا ماهية الشعب، ما هو الموروث المكون الداخلي في الشعب المصري ده اللي يخليه له طبيعة خاصة.